عصام، مرات اهلا وسهلا. الفيلم يعني حلو قوي، ويعني حضرتك فكرتنا بعمي وهو صوره قدامنا طبيعيه، بس انا ليا يعني معلش ما تزعلش، الحته اللي معرفش مين اللي طلع حته الكلام على اليهود ده، مش عشان اليهود الحته دي. ابو سيف يوسف. افندم ده ابو سيف يوسف والله كان بيطرح رؤيه التجمع يعني في هذا الشأن في مؤتمر استراتيجيات مواجهه العدو الصهيوني اللي هو كان بيتكلم فيه. معلش انا شايفه انها كانت طويله. انت عايزه اي حاجه بره فتح الاذن؟ لا والله لا 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 ابدا والله ابدا. بس هي طويله، كانت كانت طويله ومش واضح، والصوت مش واضح وطويله شويه. كلكم عليا؟ لا اتفضل. بس خلاص بس كده. او الفيلم جميل والله. والست الجميله الثانيه انت حفيده من حفيدات مين؟ بنت مين بقى؟ انا اخت حلو بنت عزه رضوان. اهلا وسهلا. هي للاسف والدتي مسافره وكانت تحب تبقى معانا، بس احنا ما عرفناش. هنكرر لها العرض بس هي تيجي. طب قبل ما هي تتكلم، بس الاستاذ بيسال اللي كان جنب محمد نجيب بيسالك مين ده؟ محمد رياض، اللواء محمد رياض ده كان مدير مكتبه وسكرتيره الخاص ويعني خليصه حتى للنهايه، وكان هو يعني ازهول بيعبر عنه وبيكتب له كتابه الى اخر هذا. فهو يعني ازهول منذ بدء الثوره ومنذ كان رئيسا للجمهوريه والى ان قضى هو يعني لم يتخلى عنه. فده اولا انا بشكر حضرتك جدا على الفيلم ده، وهشارك اختي في الراي ان انا كان عندي فرصه اشوف جدي اللي افتقدته جدا جدا، ويمكن علشان لما جدي توفى كنت لسه يمكن عندي 15 سنه، ما كانش عندي وقت طويل ان انا اقعد معاه واتكلم معاه. هاله كانت محظوظه اكتر مني انها كان دايما عندها الفرصه انها تتكلم وتتناقش، وانا ما كنتش على درجه الثقافه بتاعتها بصراحه، فده قربها جدا من جدي. فانا بشكر حاجه على ده اولا. ثانيا انا من محبي ومن يعني من عشاق الافلام الوثائقيه، لانها بتديني الفرصه اني اشوف اللي ما عشتوش، وشفت وجوه وناس بصوره واضحه وقدرت اميزهم. وصحيح طبعا حركه الفيلم السريعه كانت شويه يعني، بس دي طبيعه الافلام القديمه، فانا ده يعني اسعدني جدا. وبعدين كمان ده وراني قد ايه جدي كان عنده خبره بوجدان الاوطان والحركات الثوريه، بدليل ان هو كان سابق عصره زي ما الجميع قالوا، لحد هذه اللحظه اراؤه ماشيه منطبقه عن الحاله اللي احنا فيها. فيعني الفيلم من جميع الجهات جميل، بس انا بطالب حضرتك برضو بان الصوره تكون اوضح. لكن خلاف ذلك هو عمل جميل ومتكامل. وفي نقطه كمان بالنسبه لان حضرتك دخلت اجزاء من الافلام السينمائيه، انا شفت ان ده شيء جميل جدا وادى ثراء للفيلم. بتخافي مين دلوقتي؟ مين اللي انا مش فاكره كمان ايه؟ انا فاكره ضد الافراط في بالذات اللقطات من فيلم غاندي. لا انا شفت انها مؤثره وبالعكس لمست قلبي وحسستني. وجدي كان مع ايه ولا مع الاليوبي؟ ضد الاليوبي هو وبعدين ايرلندا كمان يعني كان بيحب الايرلندي على الافلام لمس قلبي جدا، بالعكس انا تقريبا بكيت. فانا بشكر حضرتك على ان حضرتك عملت ده، والحقيقه الجزء الاولاني من الفيلم كان ممتع جدا الثاني لا لسه احنا لسه شفناه. انت بتتكلمي على اللي انت ما شفتيهوش الثاني، يعني الجزء الاولاني اللي هو اللي انت شفتيه النهارده. اصل ساعات فهمت انا الاول ان الجزء الاول مش الفيلم. انا بشكر حضرتك جدا على الفيلم. اشكرك.